الشباب عاملين ايه؟ ولاد وبنات خليكم معايا وركزوا كده كويس خالص. النهارده نتكلم فيه اكتر قاعده بتعمل لكم مشاكل سواء في العربي او في الانجليزي. هنبسط الموضوع مع بعض خالص، هشرح لك عربي وهشرح لك انجليش كمان، فهوفر لك درس عربي. طيب ايه القاعده بتاعت النهارده اللي هنحكي فيها في يونت 3؟ هنحكي في البريزنت سيمبل باسيف والباست سيمبل باسيف، اللي هو بالعربي مضارع البسيط المبني للمجهول والماضي البسيط المبني للمجهول. يلا بينا نشتغل علشان نفهم اكتر. طيب هنحكي في ايه في الفيديو هنا؟ هناخد القاعده نفهمها كويس الاول بالعربي، ازاي نطبق بالانجلش، هناخد امثله كتير خالص. بعد ما ناخد الامثله هقولك على شويه تيبس كده، خطوات بسيطه تمشي بيها عشان تعرف تحول الجمله في سؤال الري رايت او حتى تحل اي سؤال تشوز ا كوريكت انسر بالطريقه الصح بتاعتك، بحيث ان انت بتلاقي نفسك ماشي بالخطوات والجمله اتحلت لوحدها من غير ما تاخد بالك. ركز معانا اخر الفيديو هتستفيد كتير خالص. طيب نبدا الاول بالبريزنت سيمبل باسيف ونبدا مع بعض. يعني ايه مبني للمجهول اصلا؟ انا معليش خلفيه اصلا عن الكلمه دي، حتى لو ما كنتش اخدتها في العربي او اخدتها في العربي ومش فاهمها اساسا. طيب بص يا سيدي، مبني للمجهول يعني عندك الفاعل مجهول، بمعنى ان الفاعل عندك انت مش عارف هو مين. طيب مين اللي هيحل مكان الفاعل المفعول به؟ بالظبط زي ما بقول لك، مثلا المدرس ضرب احمد، مين الفاعل؟ مين اللي قام بالفعل؟ اللي هو المدرس. طيب لو انا عايز احول الجمله دي مثلا اخليها مبنيه للمجهول، هقول لك ايه؟ احمد اتضرب، مين اللي ضربه؟ معرفش. يبقى انا كده حولتها لك للمجهول، خليت الفاعل عندي مش معروف، وحطيت احمد اللي هو المفعول به في بدايه الجمله وهو اللي اخذ مكان الفاعل. طيب انا فهمت بالعربي، ولو النظام هيمشي كده انا خلاص انا حبيت القاعده، بس هي في شويه حاجات بسيطه خالص هنحاول ان احنا نفهمها بالانجلش. تمام. طيب مبدئيا قبل ما ندخل في المبني للمجهول، لازم الاول اعرف المضارع اصلا بيتكون من ايه في المبني للمعلوم. يعني انا لما اخدت المضارع البسيط في ابتدائي وخدت في اولى اعدادي وخدت في تانية اعدادي كان بيتكون من ايه؟ تعالوا نفتكره مع بعض بسرعه. اولا لما كنت بكتب اي جمله في الجمله المثبته الخبريه، لو كان الفعل عندي اي وي يو زي، كنت باخد فعل في المصدر زي المثال الاول اي بلاي فوتبول، وي بلاي فوتبول، يو بلاي فوتبول، وهكذا. انما لما كان الفعل عندي مفرد هي اور شي اور ات، كنت بستخدم الفعل وبضيف له اس او اي اس او اي اي اس على حسب نهايه الفعل عامله ازاي، زي المثال الثاني شي بلايز فوتبول، هي بلايز فوتبول. تمام. طيب لما كنت بحب انفي في المضارع البسيط، كنت بنفي باستخدام don't او doesn't. ازاي؟ لو الفعل عندي جمع بختار don't معناها لا، ولو الفعل مفرد بختار doesn't وبرضه معناها لا. وهنا لازم الفعل يكون في المصدر في الحالتين، ركز هنا، سواء كان الفعل جمع او مفرد الفعل هنا بيكون بدون اي اضافات، يعني مش بحط حرف الاس. ليه؟ don't و doesn't لازم الفعل بعدهم يكون في المصدر، زي المثال ده I don't play football, she doesn't play football. she أخذت الفعل من غير إضافات و I أخذ الفعل من غير إضافات، وكل الضمائر وكل الفاعل اللي عندك هياخد الفعل نظيف، لأن don't و doesn't بتخلي الفعل في المصدر. طيب أنا كده خدت الجملة وخدت النفي، بسأل إزاي؟ في حالة السؤال كنت بستخدم do أو does، بس طبعا بنبدأ بيهم عشان كنا بنترجمهم هل، كالآتي do مع الفعل الجمع و does مع الفعل المفرد، وبرضو الفعل هنثبته في الاتنين بيكون فعل في المصدر. do you play football? does she play football? هل انت بتلعب كورة؟ هل هي بتلعب كورة؟ طيب play في الحالتين فعل في المصدر عشان do و does. هنا اللي اخترت do علشان الفعل اللي هو جمع you، وهنا اخترت داز علشان شي فاعل مفرد. طيب انا كده يعتبر فهمت المضارع البسيط المبني للمعلوم، عرفته بيتكون ازاي، عرفت بنفي بدونت ودازنت وبسال بدو وداز اللي هي معناها هل. وهتلاقي ازمنه كتير خالص، فيديوهات كتير خالص بتحكي عن المضارع البسيط، لو انت عايز تفهمه بالتفصيل اكتر بامثله اكتر باسئله اكتر هتلاقي في الفيديوهات عندنا في القناة، دور عليها هتلاقيها بمنتهى البساطة علشان تفهمها أكتر لو أنت ما عندكش خلفية عن المضارع البسيط. طب أنا فهمت المضارع البسيط، عايز أحول الكلام ده بقى أحوله إزاي للمبني للمجهول؟ إزاي؟ بص يا سيدي،
خلينا نطبق على طول. ازاي اكون جمله مبني المجهول من المضارع البسيط؟ اولا لازم تبدا بالمفعول زي ما اتفقت معاك من شويه. لما كنت بقول المدرس ضرب احمد بدات بالمدرس اللي هو الفاعل، لما حبيت احولها للمجهول قلت لك احمد اتضرب فبدات باحمد اللي هو المفعول. فبالتالي طول ما انت هتبني للمجهول يبقى لازم تبدا بالمفعول، وثبتها كده في دماغك. طول ما انت بتتكلم في المجهول يبقى لازم تبدا بالمفعول اللي هو الاوبجكت. طيب وبعدين هستخدم فعل مساعد واحد من الثلاثه دول، يا اما ام يا اما از يا اما ار. طيب انا هختار على ايه؟ بمزاجي براحتي؟ لا طبعا. لو عندك المفعول به اللي هو اي يبقى انت هتاخد ام. لو المفعول حد مفرد او واحد من الضمائر هي وشي وات يبقى انت تستخدم از. لو حد من الضمائر الجمع وي يو زي يبقى انت تستخدم ار. المفروض المعلومه دي مش محتاج اصلا انا اقولها لك، انت اوريدي حافظها من زمان. طيب بعد ام واز وار بنستخدم البي بي. البي بي باست بارتيسيبل، يعني ايه؟ يعني التصريف الثالث من الفعل. لو هو الفعل منتظم تمام هيبقى اخره اي دي، انما لو الفعل شاذ غير منتظم لازم تحفظه كويس. بالمناسبه في فيديو بيتكلم عن الافعال المنتظمه والشاذه، لو حابب انك تتفرج عليه هتستفيد منه كتير جدا. طيب ايه بقى اللي هي باي الفعل دي؟ لو انا عايز اقول احمد اتضرب بواسطه المدرس، هنا انا استخدمت كلمه بواسطه المدرس في اخر الجمله، مفيش مشاكل، ممكن استخدمها او ممكن ما استخدمهاش، علشان كده بنحطها بين الاقواس. طيب انا ايه اللي ثابت عندي في المبني المجهول سواء السنه دي او السنه اللي جايه ان شاء الله في ثانويه او السنين اللي جايه كلها؟ الثابت عندك في المبني المجهول ان لازم تبدا بالمفعول ولازم تستخدم البي بي التصريف الثالث. يبقى ايه اللي بيتغير عندي؟ مفيش غير الام واز وار هي اللي هتتغير معايا، وده انت هتكتشفه في اخر الفيديو لما هندخل في الماضي البسيط. هتلاقي ان المفعول ثابت والبي بي ثابت، بس ام واز وار هي اللي اتغيرت بس. تمام، يبقى انت كده ثبت عندك معلومه في اللغه الانجليزيه، اي زمن مبني للمجهول لازم ابدا بالمفعول به ولازم استخدم البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل. طيب ايه اللي يتغير معايا؟ الفعل المساعد اللي بستخدمه في النص. لو انا بتكلم في مضارع بسيط يبقى انا هستخدم له ام واز وار. طيب اديني معلش امثله عايز افهم اكتر علشان انا ايه عايز استوعب بسرعه. اولا هناخد بقى الجمله في المعلوم ونحولها للمجهول، فانت تركز معايا من الشمال وبعدين اليمين. خلينا هنا الاول اي وي يو زي بياخدوا الفعل في المصدر، هي وشي وات الفعل متضاف له اس او اي اس او اي اس، هنا صور المفروض يبقى حرف الاس. طيب ناخد مثال people cook eggs in a big pan، الناس بتطبخ البيض في اناء واسع او اناء كبير او طاسة كبيرة زي ما بيعملوا في البوسنة في شم النسيم لو انت شفت الريدنج بتاعك. مين البيبل؟ بيبل اللي هي الفاعل. طيب جمع ولا مفرد؟ ده جمع بنعوض عنه بزي. طيب cook معناها يطبخ، وده فعل فين؟ في المصدر. المثال الثاني نهى draws nice pictures، نهى بترسم صور لطيفة. هنا draws انا ضفت حرف الاس للفعل علشان نهى مفرد بنعوض عنها بشي. يبقى ده اللي انا شرحته لك من شوية زمن المضارع البسيط بس في المعلوم. عايز احول للمجهول هعمل ايه؟ احنا اتفقنا مع بعض هنبدأ بمين؟ بالمفعول. طيب هو مين المفعول في الجملة هنا؟ الناس بتطبخ البيض، يبقى البيض هو المفعول eggs ابدأ بيها. طيب لازم استخدم واحد من الثلاثه دول الافعال المساعده. يا ترى اكز هتستخدم لها ام ولا از ولا ار؟ اكز هنا جمع يبقى هنستخدم لها ار. تمام، طيب ايه ثالث حاجه عندي لازم استخدمها؟ البي بي التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث من كوك، كوكد، كوكد ده فعل منتظم، فبالتالي هستخدم كوكد واكمل بقيه الجمله عادي جدا. طب تعالى نشوف معناها يبقى بالعربي ايه. eggs are cooked in a big pan، البيض يتم طهيه او طبخه في اناء واسع او اناء كبير او طاسه او حله على حسب انت هترجمها ازاي. انا مهمنيش كل ده، انا يهمني ثلاث حاجات بس، المفعول، الفعل المساعد، والتصريف الثالث للفعل. اي جمله تبتدي تستخدمها في المبني للمجهول وتكونها في سؤال الري رايت او حتى تكملها في سؤال تشوز ذا كوريكت انسر لازم تتاكد ان الثلاث عناصر عندك موجودين، اللي هم مين؟ تاني، اولا المفعول، ثانيا الفعل المساعد،
ثالثا التصريف الثالث للفعل الأساسي اللي هو البي بي. لو حد من التلاتة عندك مش موجودين يبقى انت الجملة بتاعتك مش مظبوطة. اتفقنا؟ طيب المثال التاني بتاع نايس بيكتشرز ده، نهى بترسم صور لطيفة. انا هخفي نهى دي خالص، مش عايزك، معلش يعني بعيد عني كده، علشان انت الفاعل وانا لازم استغنى عن الفاعل في المبني للمجهول. طيب draw ده الفعل بتاعي، اجيب منه التصريف التالت يبقى drawing. طيب nice pictures دي المفعول به، يبقى هي دي اللي انا هبدأ بيها. يبقى زي ما اتفقنا نبدأ بالمفعول nice pictures، اختار لها فعل مساعد من التلاتة، دياتي مفعول جمع فنختار لها are، وdraw زي ما اتفقنا draw you drawing، هختار الverb في التصريف التالت البي بي، هختار drawing، وممكن استخدم by نهى وممكن ما اكتبهاش عادي. تمام تمام. يبقى على السريع ازاي كنا بنستخدم المبني للمجهول من المضارع البسيط. لو انت عندك الفاعل والفعل والمفعول لازم تخفي الفاعل تماما، انا مش عايزك خالص، ممكن استخدمك في اخر الجملة وممكن ما استخدمهوش اساسا. طيب الفعل هعمل بيه ايه؟ الفعل هجيبه التصريف الثالث وهيبقى عندي رقم 3 في الجملة الجديدة زي ما انت شايف كده، cooked هنا رقم 3 ودروين رقم 3. طيب بعديها المفعول اللي هو eggs او pictures، ده اللي انا ببدأ بيه eggs nice pictures، بعدين بختار الفعل المساعد على حسب هو مفرد ولا جمع، وبعدين بكتب التصريف الثالث من الفعل اللي انا already بجيبه اصلا من الجملة الاساسية اللي عندي. طيب انت ما فهمتش معايا يعني بنسبة 10-20%، تمام انت كده زي الفل، هتكمل معايا هتلاقي فيها امثلة اكتر، هنشوف خطوات اسهل للحل بعيدا عن الجدول، فما تقلقش خالص الموضوع ابسط من ما انت متخيل. انا كده بتكلم في الاثبات، عايز اتكلم في النفي. انا قلت لك من شوية لما بحب انفي في المضارع البسيط بستخدم don't او doesn't والفعل في المصدر، زي كده we don't clean our room every day، نحن لا ننظف غرفتنا كل يوم، نحن ده الفاعل انا مش عايزه خالص، don't اللي هي معناها لا برضو مش هستخدمها معايا، امال هستخدم مين مكانها؟ هستخدم نفس الفعل المساعد am و is و are بس هضيف له not علشان انفي الجملة. ما هو انت لازم طول ما عندك هنا الجملة منفية لازم برضو تسلمها له منفية، لو هنا الجملة مثبتة لازم تسلمها له مثبتة في سؤال الريرايت اللي هو قاعد كتابة الجملة. اتفقنا؟ طيب هنا المثال بيقولك احنا مش بننظف الأوضة بتاعتنا كل يوم. لو انت بقولك المثال ده بالعربي وعايزك تحوله للمجهول، المفروض انت تدهوني ازاي؟ هتقولي الأوضة بتاعتنا مش بتتنظف كل يوم. انا كده ما عرفتش مين اللي بينظفها او مين اللي مش بينظفها، انا عرفت ان الأوضة او الغرفة اللي هي المفعول به لا يتم تنظيفها يوميا، ووصلت لي الجملة كمان منفية. تمام تعالوا نشتغل انجليش بقى، الغرفة اللي هي معناها our room ده المفعول به، طيب يا ترى هو مفرد ولا جمع؟ هو مفرد فبالتالي هياخد is. طب هنا الجملة منفية والمثبتة منفية فبالتالي هحط not. طيب هنا clean فعل منتظم فبالتالي هجيبه في البي بي واضيف له ed في الاخر، واكمل everyday كلمة دالة على المضارع البسيط علشان اثبت له ان الجملة دي في زمن المضارع البسيط مش زمن تاني. يبقى كده الجملة تحت 100-100. ايه التلات عناصر قلت لك ما ينفعش انك تستغنى عن واحد منهم؟ اولا المفعول اهو our room، ثانيا الفعل المساعد اهو isn't، ثالثا الفعل في التصريف الثالث اهو cleaned. تمام تمام. تعالوا نحول المثال التاني she doesn't write a letter every week، هي لا تكتب خطاب كل اسبوع. هي ده الفعل، هنعمل في ايه؟ مش عايزه خالص. طيب doesn't كل المطلوب منك انك تعرف ان كده الجملة منفية وبالتالي برضو هستغنى عنها. write ده فعل، شاز بسرعة افتكر التصريف التالت بتاعه، اركنه كده في دماغك على جنب علشان هتستخدمه بعد شوية. write wrote written، اركن كلمة written على جنب، التصريف الثالث انا هعوزك بعد شوية خليك معايا. a letter خطاب، هي مش بتكتب رسالة كل اسبوع، هنا الخطاب بتاعي او الرسالة ده المفعول به، اخده بسرعة وابدأ به في المبني للمجهول وابص عليه كويس، يا ترى انت مفرد ولا جمع؟ قالك انا مفرد، طب تمام يبقى تاخد is ولا are؟ هاخد is. طب هي الجملة بتاعتي كانت منفية ولا مثبتة؟ كانت منفية،
يبقى انا هستخدم is ولا isn't، isn't او is not. طيب مين الفعل انا كنت راكنه في دماغي من شويه؟ written اللي هي معناها يكتب في التصريف الثالث. يبقى الخطاب لا يتم كتابته كل اسبوع. انا معرفش مين اللي بيكتبه، ترى هو واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا واحدة ولا انا ولا انت، الله اعلم. ممكن في اخر الجملة استخدم by her، by us، by نهى، by people، ممكن ما استخدمهاش، عشان كده دايما بحطها لك بين الاقواس. تمام، يبقى كده في الجملة المثبتة ابدأ بالمفعول am و is و are be be. في الجملة المنفية ابدأ بالمفعول am is و are والنوت وبعدين البيبي. طيب تعالوا ندخل على السؤال بسرعة. كنت بكون سؤال باستخدام do و does في المضارع البسيط وبعدين الفعل وبعدين فعل في المصدر زي كده. Does your sister wash the dishes؟ هل أختك بتغسل الأطباق؟ Do people celebrate festivals in your city؟ هل الناس بتحتفل بالمهرجانات في مدينتك؟ كل دي أمثلة في زمن المضارع البسيط. Does عشان sister مفرد ودو عشان people جمع. لما احب احاول سؤال زي كده في المبني المجهول هعمل ايه؟ انت عندك 3 عناصر اساسيين مش ينفع تستغنى عنهم، فبالتالي ولا هتجيب حاجه زياده عليهم ولا هتخفي حاجه منهم. انت كل هتعمله هتبدله حاجه واحده بس، ان انت بتبدل الفعل المساعد في الاول علشان يترجم هل، وبتحط المفعول مكانه تاني خطوه. يبقى انا كل اللي عملته بدل ما كنت ببدا بالمفعول وبعده بحط الفعل المساعد، لا هنا هبدا بالفعل المساعد وبعده استخدم المفعول. طيب والبيبي؟ البيبي ثابت مكانه زي ما هو، اللي هو الفعل في التصريف الثالث. طيب تعال نحاول كده اول مثال. هل اختك بتغسل اطباق؟ انا عايز احاوله في المبني المجهول، اخفي خالص كلمه اختك دي، يبقى هقول هل اطباق بيتم غسلها. تمام، طيب كلمه الاطباق اللي هي المفعول به the dishes جمع ولا مفرد؟ جمع، بالتالي مش هتستخدم is، هتستخدم are. طيب wash فعل منتظم ولا شاذ؟ منتظم، يبقى هحط له اي دي وكده انا حاولت في تصريف الثالث. وفي الاخر بختم بواسطه اختك او بواسطه اي حد على حسب الفعل بتاعي مين. يبقى هنا هل يتم غسل الاطباق بواسطه اختك؟ حولت الجمله مبني المجهول ازاي؟ انا عندي 3 عناصر اساسيين ما ينفعش استغنى عنهم، المفعول والبي بي والفعل المساعد. كل الفكره ان انا يعني ايه عملت حاجه بس في ترتيبهم، بس ان انا بدلت الفعل المساعد بالمفعول علشان اكون سؤال، والسؤال ده يترجم هل. is او are او am هتترجم هل. تمام، تمام. شوف المثال التاني. هل الناس تحتفل بالمهرجانات والاحتفالات في مدينتك؟ انا هشيل خالص كلمة people اللي هو الناس، وهستخدم مين؟ المفعول به اللي هو festivals. طيب festivals دي جمع ولا مفرد؟ هنمشي بنفس الخطوات. قالت لك لا يا عم انا جمع. طيب تمام، تحبي تاخدي is ولا are؟ قالت لك لا انا باخد ار. تمام، يبقى انا هسال ار فيستيفلز، وسيليبريت فعل برضو منتظم، هضيف له اي دي، يبقى انا كده حولته في البي بي سيليبريتد. وتترجم الجمله هل المهرجانات يتم الاحتفال بها في مدينتك؟ ما استخدمتش فعل خالص. تمام، تمام. هحاول اعدي الجدول بس بسرعه كده علشان ندخل على امثله اكتر ونشرح فيها الخطوات افضل من كده. اخر مثال بتاعي انا استخدمت سؤال بس بكلمة استفهام، يعني بستخدم where when why who what how many اي حاجة. هنا استخدمت سؤال بيبدأ بكلمة اين. where do your father bought the clothes؟ اين والدك يضع الملابس؟ طيب your father ده الفاعل بتاعي انا مش محتاجه. طيب كلمة where اللي هي كلمة الاستفهام يا ترى هعمل فيها حاجة؟ لا طبعا، انت مش ينفع تغير كلمة الاستفهام بتاعتك، انت هتنزلها زي ما هي. طيب يا ترى دو هستخدمها في المبني المجهول؟ لا طبعا، انت عندك فعل مساعد بديل ليها اللي هو ام واز وار. طيب يور فاذر قلنا ده الفعل بتاعي مش محتاجه. طيب بوت ده الفعل اللي انت محتاج تجيب منه التصريف الثالث، وبوت بوت بوت هو هو ثابت. طيب اخر كلمه اللي هي كلمه ذا كلوزس اللي هي الملابس، ده المفعول ده اللي انت هتشتغل على اساسه. يا ترى كلوز هنا مفرد ولا جمع؟ جمع، يبقى تستخدم لها ار ولا از؟ ار. وبوت زي ما اتفقنا ان هي زي ما هي بوت بوت بوت، وهضيفه في الاخر خالص. يبقى انت كده عندك التلات عناصر الاساسيين زي ما اتفقنا، ادي الفعل المساعد ار، ادي المفعول الملابس، ادي البي بي بوت، بس كل اللي عملته ان انا ضفت كلمه الاستفهام في البدايه. ناخد واحد تاني مفيش مشاكل.
Why do you celebrate the spring? لماذا أنتم تحتفلون بالربيع؟ لماذا أنتم تحتفلون بالربيع؟ مين المفعول به؟ الربيع اللي هو the spring، ده اللي أنا هشتغل على أساسه. طيب celebrate ده الفعل، عندي فعل منتظم هجيب منه البي بي. طيب you أنتم ده الفعل أنا مش محتاجه. طيب do ده فعل مساعد أنا مش محتاجه. why كلمة الاستفهام هستخدمها زي ما هي. وبص على spring، يا ترى أنت مفرد ولا جمع؟ قلت لك أنا مفرد، بختار is. تمام تمام، نفس العناصر، فعل مساعد مفعول به، بي بي تصريف ثالث للفعل. قشطة، يا رب يكون قشطة حتى لو بنسبة 40%. كمل معايا وشوف القشطة بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. How often do you visit your uncle؟ How often عارفين معناها، كم مرة أنت تزور عمك. هنا سؤال بكلمة استفهام، وأنت ده الفعل، وفيزيت فعل في المصدر، وده هنا فعل منتظم، your uncle عمك اللي هو المفعول. لما أحب أحوله بص كده الأسهم بتاعتي، أولا how often بتنزل زي ما هي، زي ما اتفقت هنا كلمة وير زي ما هي وير، واي هي هي واي، كلمة الاستفهام بتقولها زي ما هي، اوعى تغير فيها أي حاجة. دو ده الفعل المساعد بتاع المضارع البسيط مبني المعلوم، أنا عندي فعل مساعد أحسن منه في المبني المجهول اللي هو ام واز وار. طب هنا اخترت ليه از؟ تعال نشوف. يو اللي هي الفعل بدلتها بيور انكل اللي هو المفعول. طيب يور انكل مفرد ولا جمع؟ مفرد، فبالتالي اخترت از مش ار. فيزيت زي ما قلت لك من شويه فعل منتظم، فضفت له اي دي وبقيت فيزيتد، كده انا جبت التصريف الثالث للفعل. طب تعال نفصص كده الجمله انا ماشي صح ولا لا. اولا هاو كلمه استفهام، هاو اوفن، از الفعل المساعد، يور انكل على بعضها اللي هو المفعول، وفيزيتد البي بي، كده انت ماشي زي الفل. تعالوا نشوف امثله اكتر، انا عايز اخد اكزامبلز واشوف بتتحل ازاي وايه الخطوات علشان ارتاح واريح دماغي. للاسف في مشكله كبيره خالص بتواجه ناس كتير منكم، الناس بتبقى شايفه القاعده مذاكراها اكتر من 5-6 مرات، فهمتها 100%، مذاكره الكلمات زي الفل، حافظاهم بالحرف، تيجي في الامتحان او تيجي في الحل في الملخص او في اي مكان ما بتعرفش تحل. ليه؟ دي المشكله بتاعه التطبيق، ان انت ما بتعرفش تطبق اي معلومه عندك. تمام، الافضل او الاهم من انك تفهم ان انت تعرف تطبق. انا هديك التيبس او الحاجات البسيطه اللي تساعدك انك تطبق صح، بحيث انك ما تحسش بصعوبه الموضوع. طيب اولا وانت بتحول اي جمله من المعلوم للمجهول، اخفي اي كلمه انت مش هتحتاجها عندك في الجمله عند التحويل. يعني من شويه كنت بقولك ده فاعل عايزه، لا ارميه في الزباله مش محتاجه. طيب عندك دو وداز ودونت ودازنت، كل دول بتوع المضارع البسيط مبني المعلوم، انا مش محتاجه ارميه في الزباله. ليه بعمل الخطوه دي؟ علشان احاول ان انا اخلي الجمله بتاعتي بدل ما هي طويله فيها 5-6-7 كلمات اخليهم 3 أو 4، اعرف ارتبهم صح لما اجي احول الجمله. تمام تمام. تاني خطوه، ترجم الجمله بالعربي كويس عشان تعرف تحولها ازاي بالعربي. لما انا بقول لك مثلا نهى بترسم صور حلوه، حولها لي بالعربي الاول مبني للمجهول. لو انت حولتها صح بالعربي في دماغك هتعرف انك تنزلها على الورقه بالانجلش تترجم كلمه كلمه صح. هتقول لي الصور بيتم رسمها، يبقى انت هتبدا ترتب الجمله صح. انما لو انت ما ترجمتهاش بالعربي او ترجمتها بس ترجمتها غلط، هتنزل الكلام على الورقه بتاعتك بس مش مترتب صح. وللأسف في ناس ممكن تنزل الفاعل كمان، ممكن تنزل don't و doesn't او do does، وهو مش عارف ان دي المفروض انها متنزلش. يبقى اول واحدة اخفي اي كلمة انت مش محتاجها في المبني للمعلوم. تاني حاجة ترجم الجملة وحولها بالعربي الاول في دماغك قبل ما تحولها بالانجليزي في الورق. ثالثا ابدأ اكتب التكوين الصحيح. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك جملة مثبتة اكتب كده على جنب او حتى بالقلم الرصاص التكوين الصحيح بتاع الجملة ايه؟ مفعول ام از ار بي بي، واشتغل على اساسه زي ما يكون بالظبط مسألة رياضية وانت خدت القاعدة بتاعتها وبتطبق عليها. طيب لو انا عندي جملة منفية بدونت ودازنت، ازاي كنت بحولها في المبني المجهول؟ كنت بكتب المفعول ام از ار ومنساش النط وبعدين بضيف البي بي. طب لما كنت بسأل في المبني المجهول كنت بسأل ايه التكوين الصحيح بتاعه؟
بكتب الاول ام از وار عشان اترجمها هل، بعدين المفعول، بعدين البي بي. لو انت كتبت التكوين ده على جنب، تاكد مليون في الميه ان انت هتنزل الجمله مترتبه صح ومتكونه صح وانت مش حاسس انك عملت اي مجهود اصلا. تمام، يبقى انا كده اخدت 3 خطوات. اولا اخفي الكلمه اللي انت مش عايزها، ترجم بالعربي الاول عشان تعرف تترجم صح انجليزي، ابدا اكتب التكوين على جنب، يا ترى هي جمله ولا جمله منفيه ولا سؤال هل ولا سؤال بكلمه استفهام. ابدا اكتب التكوين وطبق عليه. تعال ناخد مثال، هاني كلينز هيز روم افري داي. الجمله دي واضحه جدا ان هي مبنيه للمعلوم، لان انا بدات بمين؟ بالفاعل اللي هو هاني. هاني بينظف اوضته كل يوم. عايز احول الجمله للمجهول، تعال نمشي بالخطوات. اول حاجه اخفي الكلمه اللي انت مش عايزها، هخفي مين؟ اخفي هاني. طيب هاني يلا اعمل لي عليه اكس كده بسرعه، شلته. طيب تاني حاجه انا عايز اترجم بالعربي كويس، هاني بينظف اوضته كل يوم، لو انا هحولها اقول ايه؟ اوضته بتتنظف كل يوم، يبقى هيز روم بسرعه اكتب عليها رقم 1 علشان دي اللي انا هبدا بيها في الجمله. طيب اكتب التكوين الصحيح. التكوين الصحيح بتاعي مفعول، بعدين فعل مساعد، وبعدين البي بي. انا هنا عملت ايه؟ اخدت الجمله كلمه كلمه وفصصتها. 1 هاني مش محتاجك، باي باي. كلينز ايوه محتاجك، هشيل الاس واضيف اي دي علشان اجيب منك البي بي. هيز روم ايوه محتاجك، انت المفعول اللي هبدا بيه. افري داي كلمه ده اللي هحطها في اخر الجمله ومش هتعمل لي اي مشاكل، فبالتالي هكتب الجمله كده، هيز روم از كلين افري داي. لو انت مشيت خطوات هتكتشف ان هي اتحلت وحدها اصلا. ازاي؟ بدات بهيز روم المفعول، مفرد ولا جمع؟ مفرد. تمام، اخدت لها از مش ار، كلين دي فعل منتظم اخره اي دي، وافري داي كلمه داله ممكن في الاخر بواسطه هاني او ممكن ما اكتبهاش. اكزامبل تاني، هديك اكزامبلز لغايه ما تشبع، لغايه ما تقول خلاص يعني انا فهمتها 100%. She is usually cooks the food. هي المفروض ما فيش is. She usually cooks the food. هي عادة تطبخ ايه الطعام. She مفرد، ده هشيله ده الفعل. cook ده فعل منتظم اضيف له ed. food هو المفعول به. هبدأ بذا فود، استخدم is علشان ده مفرد. usually كلمة دالة. cooked البي بي وممكن اكتب بواسطتها وممكن ما اكتبهاش. طيب ايه الاكزامبل اللي بعده؟ عادل doesn't water plants. هنا water مش معناها مية، هنا water معناها يروي الزرع او النباتات. عادل لا يروي الزرع. طيب الجملة دي منفية ولا مثبتة؟ الجملة دي منفية. طيب عادل ده ايه؟ ده الفاعل انا مش محتاجه. وdoesn't كلمة النفي اللي انا هنفيها برضو عندي، بس هستخدم يا اما isn't يا اما aren't. water ده فعل وفعل منتظم هضيف له ed، وبلانتس المفعول هبدأ بيه. يبقى الجملة هتترتب كده زي ما انت شايف، اولا بلانتس المفعول به، بعديها بستخدم لها فعل مساعد هي جمع فاستخدمت ار، ليه نفيت ار وبيت ارنت؟ عشان انا عندي دازنت منفية. ووتر حولتها بيت ووترد، يبقى معناها النباتات لا يتم رويها بواسطة عادل. مثال كمان، We don't clean our room every day. احنا مش بننظف اوضتنا كل يوم. طيب we الفاعل انا هستغنى عنه، don't كلمة بتعرفني ان الجملة دي منفية، فبالتالي انا هستخدم isn't او aren't، مش هينفع استخدم is و are في الاثبات. clean فعل منتظم هجيب منه البي بي cleaned. our room المفعول به يبقى رقم 1 our room، زي ما انت شايف كده. خد كلمة كلمة وفصصها بسرعة علشان تعرف ترتيبهم في الجملة عامل ازاي. Our room isn't cleaned every day. لاحظ هنا ان our room مفرد، استخدمت لها is، رغم ان هنا استخدم don't علشان we جمع، ملوش اي علاقة. في ناس كتير خالص بتتلخبط في الموضوع ده، تقول لك يا مستر ما هو هنا don't اصلا للجمع، المفروض هنا استخدم aren't. لا، don't هنا استخدمتها علشان we، وانا we already استغنيت عنها، انما هنا is استخدمتها علشان our room اللي هي المفعول. انا هنا في المبني للمجهول بشتغل على المفعول مش الفاعل اطلاقا. وفي الاخر every day كلمة دالة نزلتها زي ما هي. واحد كمان، do carpenters make windows of good wood. هل الكاربنترز النجارين يصنعون windows الشبابيك من خشب جيد؟ carpenters الفاعل انا مش محتاجك، باي باي.
do الفعل المساعد برضو مش هحتاجه، انا عندي فعل مساعد احسن منه. make ده الفعل الشاذ والماضي منه made. windows ده المفعول به اللي انا المفروض هشتغل على اساسه. طيب مبدئيا ده سؤال، ابدا اكتب التكوين الصح بتاع السؤال على جنب ورتب معاه. اولا كنت ببدا بالفعل المساعد am with or، المفعول به ويندوز جمع فاخترت ار، ميك جبت منها التصريف الثالث ميد، وكملت بقيه الجمله اوف جدود. تترجم ايه؟ هل يتم صنع الشبابيك من خشب جيد؟ شلت الفاعل اللي هو carpenters خالص لان انا ببني للمجهول. Do you celebrate festivals in your city؟ هل انتم تحتفلون بالمهرجانات في مدينتكم؟ او هل انت تحتفل بالمهرجانات في مدينتك؟ Do فعل مساعد، باي باي انا مش محتاجاك. You برضو ده الفاعل، باي باي مش محتاجاكم. انا بشتغل على festivals اللي هي المفعول به. festivals جمع على مفرد يا شباب، جمع. طب هستخدم لها في السؤال as ولا are؟ are، فبالتالي ابدأ are festivals celebrated in your city. تمام. طيب where does your father put the clothes؟ اين والدك يضع الملابس؟ كنا بنعمل ايه في السؤال اللي بيبدأ بكلمة استفهام؟ لو تفتكر معايا كلمة الاستفهام لازم تنزل زي ما هي، دي مينفعش اشيلها. does اللي هو الفعل المساعد بتاعي ابدل بالفعل المساعد بتاعي التاني اللي هو في المبني المجهول اللي هو are. طب ليه استخدمت are ما استخدمتش is؟ لان هنا closes اللي هي المفعول به جمع مش مفرد، فبالتالي لازم استخدم are. وبط الفعل الاساسي نزل زي ما هو في التصريف الثالث البي بي. بالتالي كده اخدنا شرح كافي بالامثلة وخدنا خطوات. هديك خطوات احلى منها بطريقة تانية مختلفة خالص علشان تعرف تحل خاصة السؤال والجملة المنفية. نصيحة بسيطة لكن مهمة عشان تعرف تحول السؤال بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ازاي؟ بص يا سيدي، where does your father put the clothes اللي احنا لسه حالينه من شوية. لو انت عندك سؤال بالنظام ده مش عايز اعمل الخطوات اللي فاتت اللي هي شيل اللي مش عاجبك واكتب التكوين الصح على جنب وترجم مش عارفة بالعربي، لا هديك يعني حاجة ابسط من كده كمان، وانت اختار الطريقة اللي انت عايز تشتغل بيها. في ناس بتحب الطريقة الاولانية وفي ناس بتفضل التانية. هعمل ايه؟ خد كلمة كلمة وبدلها بواحدة تاني في الجملة المبنية للمجهول. يعني انا عندي مثال زي كده where does your father put the clothes، هاخد واحدة واحدة واكتب مكانها حاجة. اولا كلمة الاستفهام هتنزل زي ما هي وزي ما اتفقت معاك، يعني where هتنزل where. الفعل المساعد اللي هو does ده في المبني للمعلوم، ابدله بالفعل المساعد بتاعي في المبني للمجهول. طب انا مش عارف استخدم يا ترى ام ولا از ولا ار، ما يهمش اكتب التلاتة كده على جنب او مكانه وشوف انت هتستخدم ايه على حسب المفعول اللي بعده. تلاتة بدل الفاعل بالمفعول. هنا الفاعل مثلا والدك your father، ابدله بسرعة لتحت بالمفعول ودور عليه اللي هي the clothes الملابس. بعد كده نزل الفعل لكن ما تنساش انك تحول في التصريف الثالث لو هو منتظم هنضيف اي دي، لو هو شاذ اكتب التصريف اللي انت حافظه. طيب اديني مثال. شايفين؟ ركز كده بس كويس على الاسهم دي هتلاقي اتحلت وحدها، وعلى فكرة مفيش مشاكل خالص لو هتعمل كده في اي ورقة حتى لو بقلم رصاص وبعدين تمسحها. كل كلمة بدلها بكلمة. عندي وير نزلت وير، ده كلمة الاستفهام. does فعل مساعد نزلته تحت ار برضو فعل مساعد. your father الفاعل بدلته بالمفعول the clothes عشان انا في المبني المجهول مش بستخدم فعل اصلا. بوت الفعل نزلت في التصريف الثالث بوت لان هو نفس التصريف، وكده تبقى الايه الجمله خلصت. يا مستر في كلمه هنا زياده ذا كلوز، لا ما هي هي ها المفعول به، انت بس خفيت كلمه الفاعل يور فازر. تمام تمام. لو بصيت على التكوين صح هتلاقيه مظبوط، ادي البي بي، ادي المفعول، ادي الفعل المساعد، ادي كلمه الاستفهام. قشطه. طيب تعال نشوف القشطه دي. How do people celebrate New Year in China؟ لسه حلينه بس هنحله المرة دي بالطريقة الجديدة. How كلمة الاستفهام هتعمل فيها ايه؟ هتنزل زي ما هي. Do الفعل المساعد هتعمل في ايه؟ هتبدله بالفعل المساعد بتاعك يا اما is يا اما are. People اللي هي الفعل هتبدلها بمين؟ هتبدلها بالمفعول به اللي هو New Year رأس السنة الجديدة. Celebrate الفعل بس ما تنساش تحول في التصريف الثالث يبقى celebrated. in China تنزل زي ما هي in China.
ونيو يير ما تنساش احنا لسه كاتبينها من شوية، فانت ايه مش ناسيها. تمام يا شباب، انا من رأيي ان الطريقة دياتي اسهل من الطريقة الاولانية بكتير، بحيث ان انت مفيش حاجة تقع منك. في ناس كتير بالطريقة الاولانية بتنسى الفعل المساعد، وانت تكتشف الموضوع دوت مع نفسك لو انت بتحل في الملخص هتكتشف ان فيها امثله كتير حلتها ونسيت الفعل المساعد اللي هو ام واز وار. انما لو استخدمت الطريقه دياتي خاصه في السؤال وفي الجمله المنفيه مش هتنسى اي واحده فيهم. طيب احنا كل ده ما نحكي في ايه المضارع البسيط المبني للمجهول. يا لسه هندخل في الماضي البسيط، انا تعبت اصلا. بص يا باشا، اللي انت حكيت فيه معايا في المضارع البسيط هو هتلاقيه في الماضي البسيط، اختلاف بسيط جدا. يعني هو اصلا سمى لك الزمن ماضي بسيط علشان يعرفك ان هو بسيط مش محتاج كلام. نفس اللي احنا حكينا فيه في المضارع هو في الماضي. بص كده معايا، بدات بالفاعل، هنا بدات بالمفعول، قلت لك البي بي لازم يتكتب، وقلت لك باي والفعل لازم تتكتب. ايه الاختلاف عندك هنا؟ بدل ام واز وار انا ضفت لك ووز وير. ليه؟ ام از ار معناها يكون في زمن المضارع، هستخدم مكانها ووز اوير معناها كان في الزمن الماضي. ده بس الاختلاف الوحيد. هو ده بس الاختلاف الوحيد. هتشتغل بنفس النظام بنفس الخطوات بنفس الترتيب زي ما اتفقت معاك. طيب انت محتاج تركز في ايه؟ حاجة واحدة بس. بص كده معايا، I bought a new mobile yesterday، انا اشتريت موبايل جديد امبارح. ركز في كلمتين، بوت تصريف التاني من الفعل عشان تعرف ان الجملة دي في زمن الماضي البسيط، او yesterday كلمة دالة على الزمن عشان تعرف ان هي في زمن الماضي البسيط. طب انا اركز ليه فيها اصلا؟ علشان لما تجيلك في الامتحان تعرف انت هتحول للماضي البسيط مبني المجهول، ولا هتحول للمضارع البسيط المبني المجهول اللي احنا شرحناه من شوية. طيب في النفي كنا بننفي بايه في الماضي البسيط؟ كنت بنفي بكلمة didn't، وبعدين بحط الفعل في المصدر، I didn't buy، انا لم اشتري موبايل جديد امبارح. طب لما انا عايز انفيها في المبني المجهول زي ما انت مش هتغير اي حاجة، هتبدأ بالمفعول، بنستخدم was or were برضو، وهنضيف not علشان هنا الجملة منفية فانا برضو لازم انفيها، والتصريف التالت ينزل زي ما هو، وباي والفعل زي ما هي. طيب تمام، انا كده فهمت في الاثبات هبدأ بالمفعول was were والبي بي. في النفي المفعول was aware والنط والبي بي. طب انا لو عايز اسال، انت في السؤال في الماضي كنت بتسال بديد، هنا انت هتسال بوز اوير عشان تترجم هل كان او هل تم، والمفعول زي ما هو والتصريف الثالث زي ما هو. بص كده المثال ده، did you write the letter، هل انت كتبت الخطاب، was the letter written by you، هل الخطاب تم كتابته بواسطتك. هنا انت عملت ايه؟ did الفعل المساعد اللي استخدمه هنا بدلته بوز فعل مساعد من عندي، يو اللي هو الفاعل بدلته بالمفعول اللي هو الخطاب، رايت الفعل في المصدر جبت منه التصريف الثالث اللي هي written، وفي الاخر استخدمت باي يو بواسطتك. تمام. طب لو انا عايز اسال بكلمه استفهام مفيش اي حاجه بتتغير زي ما انت بنفس الترتيب. بص كده، حتى ادي did اهي، والفاعل the Chinese، والفعل في المصدر invent. اما انت زودت ايه؟ زودت كلمة الاستفهام بس من قدام. طيب هنا ادي was اهي، المفعول the letter، ادي مفعول تاني اللي هو paper، والفعل البي بي اهوتي invented بس زودت when اللي هي كلمة الاستفهام. يبقى انت بتكتب نفس التكوين ده على جنب، هو was aware مفعول بي بي، بتضيف كلمة الاستفهام من قدام. كلمة الاستفهام انا مش بجيبها من عندي، انا بكتبها من المثال. هو لو عندي وين هكتبها وين، عندي وير هكتبها وير، وهكذا. طيب اديني امثلة اكتر عشان افهم اكتر. بص كده على المثال ده، منى cooked the dinner yesterday، منى طبخت العشاء امبارح. ده مثال بسيط جدا، ماضي بسيط في المبني للمعلوم. عرفت منين ان هو معلوم؟ انا بدأت لك اساسا بمنى اللي هو الفاعل فمش محتاجة اي كلام. عايز احول الكلام ده مبني للمجهول. بص يا سيدي، اول حاجه بالخطوات، اخفي الكلمه اللي انت مش عايزها. هخفي مين؟ اخفي كلمه منى. طيب ترجم الجمله بالعربي، منى طبخت العشاء، انا المفروض احولها ازاي بالعربي؟ العشاء اتطبخ. تمام، العشاء اتطبخ او تم طهيه،
يبقى انت هتبدأ بكلمة العشاء اللي هي the dinner. يبقى نكتب بقى التكوين الصحيح، المفعول was aware البي بي، اكتبها كده على جنب بقلم رصاص واشتغل على اساسها. تعال نشتغل. منى شلتها، دي الكلمة اللي انا مش عايزها. cooked ده فعل منتظم هينزل زي ما هو اساسا. dinner المفعول هبدأ بيه، ويسر دي كلمة ده اللي هكتبها في الاخر. The dinner was cooked by Mona yesterday. العشاء تم طبخه بواسطة منى امبارح. وممكن ما اكتبش بواسطة منى، على حسب هو طالبها مني ولا لا. واحدة كمان، she didn't make the cake. المثال ده منفي لان انا استخدمت didn't، لم تعمل الكيكة، هي ما عملتش كيكة في زمن الماضي البسيط. طب هنا هي ده الفعل، اخفيه بسرعة. وديدنت برضو ده فعل مساعد بتاعك، انا مش هستخدمه، انا هستخدم فعل مساعد من عندي. ميك فعل شاز الماضي منه ميد، وكيك المفعول به هبدأ بيه، ويبقى المثال عندي the cake wasn't made by her، او ممكن ما اكتبش by her. واحدة كمان، did Egyptians invent paper؟ هل المصريون اخترعوا الورق؟ هم ما اخترعوش الورق. طيب did ده سؤال ولا جملة ولا جملة منفية؟ ده سؤال. did هستبدلها عندي بمين؟ was aware. Egyptians الفعل انا مش محتاجاه. invent فعل اساسي وده منتظم هضيف له ايدي. طيب paper اللي هو المفعول به اللي انا هشتغل على اساسه، يبقى did بدلتها ب was. Egyptians الفعل بدلته ب paper المفعول. invent نزلت في التصريف الثالث، وفي الاخر استخدمت by Egyptians بواسطة المصريون. ولما اجي اترجمها بالعربي، هل تم اختراع الورق بواسطة المصريون؟ طب احنا ليه اصلا بنكتب بواسطة بواسطة لما احنا عايزين نبني المجهول؟ طبيعي جدا انك تختم بالفعل، لكن طول ما انت ما بدأتش بيه الجملة يبقى الجملة مبنية للمجهول. طيب المثال ده، when did you write the story؟ متى انت كتبت القصة؟ when كلمة استفهام هتنزل زي ما هي. you الفعل انا مش محتاجاه. write فعل شاز اجيب التصريف الثالث منه. the story المفعول. when نزلت، did بدلته ب was. you انا بدلتها ب the story المفعول. write نزلتها في التصريف الثالث. هل تم كتابة القصة؟ تمام تمام. who invented the first pizza؟ ركز معايا كويس خالص في الاكزامبل ده. ملاحظ اي حاجة مختلفة في المثال؟ لاحظ ان هو كلمة الاستفهام جاء بعدها الفعل في التصريف الثاني. طب فين الفعل المساعد اصلا؟ مفيش فعل مساعد. طب ازاي؟ مش ده سؤال؟ طب فين الفعل؟ ده فعلا مفيش فاعل، لان انا اصلا في المثال ده بسأل عن الفعل، بقولك من اخترع اول بيتزا، بسأل عن اللي عملها، يبقى انا بسأل عن الفاعل. بالتالي لما اجي احول المجهول هعمل كده، نفس الخطوات. invented ده التصريف الثالث من الفعل. هو كلمة الاستفهام نزلت زي ما هي، انا ما عنديش حاجة هنا هخفيها، ولا عندي فاعل ولا عندي فعل مساعد. انا عندي كلمة استفهام هو نزلت، عندي invented برضو نزلت، first pizza ده المفعول به اللي انا هشتغل عليه. ويبقى الترتيب كده، who was the first pizza invented by. وهنا لازم استخدم by في الاخر، اول ما تلاقي السؤال عندك بهو من، لازم تختم السؤال by بواسطة من، عشان يترجم السؤال بواسطة من تم اختراع او اكتشاف البيتزا لاول مرة. انت بتسأل عن الفاعل لازم تختم بباي، ما تنساش المعلومة دي مهمة جدا. وهنا ما عندكش فاعل، وهنا ما عندكش فاعل لان انت اصلا بتسأل عنه. برضو هنا ما فيش فعل مساعد، فانت مش هتخفي اي حاجة. انت عندك ثلاث حاجات هتنزلهم برضو، بس هترتبهم صح. هتبدأ بالمفعول قبل ما تكتب الفعل المنتظم، وهتبدأ بكلمة الاستفهام وبعدها الفعل المساعد، نفس الترتيب اللي احنا شغالين بيه. طيب الفيديو اللي اتكلمنا عن المضارع البسيط والماضي البسيط، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو انت حبيته او استفدت منه. لو ما كنتش فهمته بنسبة 100% نصيحة مني اسمعه مرة تاني، انا متأكدة ان في المرة التانية هيكون وصلك بنسبة 1000000% مش 100%. اديني اي تعليق عندك لو انت حابب تضيف حاجة، او لو عندك اي كومنت على اي حاجة من سمعتها. ضيفك اصحابك، انصحهم انهم يتفرجوا عليه. هتلاقي ابسط طرق لشرح اي درس انت مش فاهمه في اي مكان. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة علشان توصلك كل الفيديوهات اول باول، حتى اللي انت مش مستنيها واللي انت عايز تفرج عليها تلاقيه موجود. اي قاعدة بتدور عليها تلاقيها عندي في القناة،
دور بس على اسم القاعده في القناه وهتلاقيها موجوده، وان شاء الله تستفيد بيها. كنت مبسوطه خالص معاكم مس كريستينا، اتمنى تكونوا كمان اتبسطتوا. Thank you for listening and watching and see you the following lesson.